من هنا لغاية آخر الأسبوع أعتقد هيكون كلامنا متواصل عن استعدادات الأهلي للسوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، لقب مهم جدا أكيد، وهنقول ضروري أن أنت تبدأ بيه الموسم الجديد اللي هيشهد برضه تحديات كتيرة جدا محليا وقاريا. هنتكلم في كل التفاصيل دي، بس خلينا نرحب بضيفنا العزيز جدا كابتن إيهاب جلال حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الخير يا نهوان. صباح الخير يا كريم. الحمد لله على السلامة وليك وحشة كبيرة. الله يخليك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ أشكرك. كله كويس والله. الحمد لله. طيب زي ما نهوان بتقول احنا عندنا تحديات كتير جدا، ده احنا قبل ما نبتدي نلعب أول ماتش في الدوري عندنا بطولات كمان قبلها هنستهلها طبعا بماتش المرتقب مع اتحاد العاصمة الجزائري. وفكرة إن الأهلي عنده الفترة اللي جاية قبل انطلاق الموسم ثلاث بطولات، احنا بنتكلم في المباراة دي أو بنتكلم في يعني كأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي بعديهم كأس العالم للأندية ثم الدوري. فرأيك كيف البداية القوية دي للموسم الجديد؟ طبعا برحب بيكم طبعا. زي ما هنا وندا قالت داخل على ماتش بطولة، هي مباراة في طبعًا بطولة طبعًا. ده مهم جدا النادي الأهلي زي ما قلتوا كده بالظبط، النادي الأهلي يحصل عليها بتفتح له الطريق للموسم الجديد، لانك انت اخذت فتره اجازه وبعد كده عملت فتره اعداد في النمسا، اعتقد ان كان فتره اعداد ناجحه جدا، بتخرج من الاجواء تانية خالص. ده مهم جدا للاعيب ان هو يخرج ويفصل خالص عن المكان اللي هو قاعد فيه وباستمرار فيه، لان احنا كنا زمان لما كنا بنلعب كنا لازم كنا بنسافر على طول المانيا، النمسا، سويسرا، الحتت دي كلها كنا بنسافر، يوغوسلافيا زمان. نفس الغرض برضه. نفس الغرض بالظبط كده، بس ما كانش فيه بطولات كتير زي دلوقتي. فانت بتستعد للدوري، بتستعد لكده، فانت كنت بتفصل، فدي حاجه صحيه جدا بالنسبه للاعب كره القدم انه لازم يفصل يعني. فطبعا زي ما حضرتك قلت ونهاوند قالت ان المباراه اللي جايه يوم الجمعه السوبر الافريقي مهم جدا للنادي الاهلي، ان هيدخل على بطوله تانية في كاس العالم، هتفتح له الطريق وهتخلي انه يبقى منتعش ان هو يدخل في البطولات الجايه، لان البطولات الجايه صعبه جدا يعني، بطوله في بطوله في بطوله وبعد كده هتخش على الدوري، يعني حاجات مليئه جدا وحاجات قويه جدا، ومع بدايه الموسم يعني انت لسه ما كنتش لسه لعبت ماتشات، هتخش على مباراة السوبر وانت لسه برضو جاي من فترة اعداد يعني الدوري ما كانش شغال. ف يعني مباراة مع بداية موسم مهمة جدا انك تاخد البطولة فيها، لانك انت الطبيعي جدا النادي الاهلي ده الطبيعي ان هو اي مباراة بيخشها او اي بطولة بيخشها لازم عايز ياخدها طبعا. فده مهم جدا ان البداية تبقى قوية جدا، بداية اعتقد انها مسؤولية كبيرة على اللاعبين والجهاز الفني انه يحصل على البطولة، لانك انت برضو بطل افريقيا في الشامبيونز ليج، اتحاد العاصمه في الكونفدراليه، الطبيعي جدا انك انت الاعلى، انت المسيطر على افريقيا. فده مهم جدا النادي الاهلي يفكر في الموضوع انه ياخد البطوله بمباراه ببطوله، ده مهم جدا. طيب ممكن نتكلم شويه كابتن ايهاب على المعسكر، معسكر الاهلي طبعا بالنمسا والاستعدادات للموسم الجديد، وخلينا نتكلم ونقارن شويه بالمعسكرات ايام جيل حضرتك. هو مش من بعيد يعني، مش قوي. المعسكر اختلف في ايه والاستعدادات اختلفت ازاي، ولو قارنا معسكر زمان بالمعسكر اللي هو الاخير النمسا؟ المعسكرات بتاعتنا بتاعت زمان احنا كنا بنعسكر عشان نخش على الدوري او الكاس او كم مباراه وديه كنا بنلعبه، كنا بنلعب حوالي مثلا بتاع 5 6 7 مباريات. بتبقى مش مباريات بتبقاش قويه جدا، لانك انت مع بدايه موسم مع بدايه فتره الاعداد بتبقى محتاج مباريات مع مثلا خلينا نقول مع شويه هواه شويه بتبدا بيها، ما تستنزفش اللعيبه يعني بالظبط كده، ولازم تخش يعني ستيب باي ستيب كده انك انت تخش في الاجواء. فطبعا بتنهي المعسكر يعني بتشتغل مثلا مباراتين هواه مثلا مع مباراتين قويه جدا، بعد كده بتخش بتنهي المعسكر بمباراه تاني ضعيفه شويه عشان تيجي على مباراه الدوري يكون عندك انت الاستعداد والعامل النفسي عندك مرتفع يمكن جدا. يمكن ده الاختلاف ان انتوا عملتوا مثلا بتتكلم في 4 5 مباريات وديه، النمسا كان مباراه واحده. يعني اعتقد ان برضو الناس شغاله هناك في الدوري، هناك اشتغل الدوري عندهم، فاحنا كنا بنسافر في وقت اللي هو لسه برضو الناس هناك بتعمل فترات الاعداد. فدلوقتي النادي الاهلي عشان احنا متاخرين شويه في مصر ان احنا رحنا على فتره اعداد، كان الدوري ابتدى في اوروبا 4 4 4 5 اسابيع شغال، فطبعا مش هتلاقي فرق تلعب معاها، والنادي الاهلي برضو بتلعب مع فتره زي ما كنت بتكلم بدايه فتره الاعداد محتاج انت بتلعب مع فرق ضعيفه شويه. فاعتقد انك مش هتلاقي فرق ضعيفه لان كله دخل في الدوري وكله شغال، فاعتقد ان مباراه واحده طبعا انا شايف طبعا يعني
يعني مش كفايه، لازم كنا نلعب اكتر شويه، مباراتين ثلاثه كمان، على اساس انك انت تخش على مباراه قويه زي اتحاد العاصمه. طبعا النادي الاهلي عنده من الخبرات او من اللعيبه عندها الخبرات، ان بتعرف يعني بتبقى عندها انسجام كويس جدا في موضوع ان انا اقدر اخش مباراه قويه رسميه. ده مهم جدا بالنسبه للنادي، مش اي فريق ومش اي حد في مصر يقدر يعمل الموضوع ده غير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير، بطولات كبيره، فالاجواء مش بعيد عن اللعيبه يعني. كويس طيب جدا. انا كنت بقول لحضرتك من شويه فكره ان النادي الاهلي قبل ما يعني تنطلق فعاليات الموسم الجديد من الدوري المحلي هيبقى عنده كاس السوبر الافريقي والدوري الافريقي وكمان كاس العالم للانديه، كل ده لعيبه النادي الاهلي هيخوضوا فيه في الوقت اللي بقيه اللعيبه المصريين اللي في الفرقه المصريه اللي في الدوري مريح. مريح طبعا. هيجي النادي الاهلي هيبقى بيبتدي الموسم وهو مستهلك بالفعل. صحيح. فبرضو انعكاس هذا الامر ايه رايك في مشوار النادي الاهلي للحفاظ على لقب ودرع الدوري؟ وهي ليست المره الاولى كمان. بالظبط. ده دايما يعني زي ما كنا بنتكلم، ده قدر النادي الاهلي، بيلعب في بطولات كتير. مش عايز اقول ان اللعيبه يعني لعيبه الدوري ما بتلعبش في البطولات دي فهتبقى مريحه، والاهلي هيلعب مباريات قويه جدا. على فكره ده حاجه صحيه جدا، مش هتخلي اللعيبه عندها ارهاق، لا خالص، لانك انت برضو في بدايه الموسم. مش جايين من تقسيمه، لا طبعا، جايين من كاس عالم والسوبر الدوري والسوبر الافريقي، لا في حاجات كتير جدا النادي الاهلي ممكن يعمل، بس الاهلي عنده ذخيره من اللعيبه ويقدر يعمل. وكولر على فكره شاطر جدا في الحته دي، انه بيعرف يعمل روتيشن مع اللعيبه وكل اللعيبه تبقى جاهزه. انا يعني اتبسطت جدا من الموسم اللي فات، زي ما كنت قاعد معاكم هنا قبل كده وقلت لكم اللعيبه كلها فريش، يعني اللعيبه كلها بتنزل مبسوطه، اللي بيطلع مبسوط واللي بينزل مبسوط وكله بيأدي، يعني ده حاجه كويسه جدا. بدليل مباراه الترجي اللي كانت في تونس، اللعيبه عملت مباراه رائعه جدا جدا جدا، اللي نزل واللي طلع. فالروتيشن اللي بيعمله كولر حاجه رائعه جدا، حاجه كويسه جدا، واللعيبه مش مستهلكه. يعني انا شايف اللعيبه ما كانتش تعبانه زي المواسم اللي قبل كده. يعني الموسم اللي فات لعبنا بطولات كتير جدا، والاهلي حصل على 5 بطولات في الموسم اللي فات، واللعيبه انا شايف ان هم ما ارهقوش، يعني ما كانش فيه ارهاق زي السنين اللي قبل كده. عشان هقارن بالسنين القليله اللي فاتت، بالزبط. عشان موسيماني كان عنده سكواد يعني اساسي هو اللي بيعتمد عليه، فبالتالي تم استهلاكه طبعا مع كثره وتلاحم المباريات. لكن كولر توتالي المدرسه بتاعته مختلفه زي ما حضرتك كنت بتقول، فالروتيشن الاعتماد كمان وتصعيد بعض اللعيبه كان امر صحيح. جيد جدا. الاعارات برضو اللي عادوا من بعض الاعارات، بعض اللعيبه برضو ادوا يعني كان دورهم كبير، فيعني الوضع اكيد كان افضل. ما ده اللي احنا بنقوله، لان انا بقول لحضرتك في الاول الكلام ان كولر شاطر في الحته دي. صحيح. شاطر، بيعرف يجيب اللعيب امتى يلعبه وامتى ما يلعبوش، امتى يريح وامتى ما يريحش، ده مهم جدا. انما زي ما حضرتك قلت، انا هوند ان موسيماني كان بيعتمد على مجموعه من اللعيبه استهلكت والتانيين ما بيلعبوش خالص، فما تيجي تلعبهم بتحس ان هم مفيش حساسيه مباريات، وتحس ان هم بعاد شويه. انما انا الموسم اللي فات والله انا كنت مبسوط جدا جدا، لان اللعيبه كلها كانت كويسه، واللعيبه كلها لعبت، والروتيشن اللي كان بيحصل كان بيخدم اللعيبه كلها، الاساسي واللي ما كانش بيلعب. على ذكر الجمله حضرتك تفضلت بيها، فكره ان كولر بيعرف يلعب مين امتى، بالنسبه للصفقات الجديده وبالنسبه للعيبه اللي عائدين من الاعاره وبالنسبه للشباب الجديد اللي تم تصعيده، كل عنصر من الثلاثه دول فكرك هيستهلوا الموسم مباشره بالمشاركه الفعليه مع النادي الاهلي، ولا هيبقى ليهم حسابات معينه في ذهن كولر؟ اللعيب اللي هياخد فرصه وهيستغلها ده اللي هيبقى مستمر. وكولر زي ما قلنا هو شاطر في الحته دي، وبيصبر على اللعيب، يعني ما بينهارش لعيب لعب مباراه مش كويسه او ما كانش موفق. لان برضو كولر كان لعيب كبير في المانيا وكان بيلعب في سويسرا، وكان فاهم يعني ايه احتراف، يعني ايه ان انا اصبر على اللعيب، انه ما بحاسبوش بالمباراه بالقطع بالمباراه، ده ما ينفعش. انما اللعيب المدرب المحترف، المدرب اللي فاهم، اللي لعب على مستوى عالي، بيبقى فاهم امتى يصبر على اللعيب وامتى ما يلعبوش وامتى يلعبه، وده كولر بيعمل الحته دي وشاطر جدا فيها. انا كنت معجب بيه جدا من الموسم اللي فات، رائع جدا،
واللعيب زي ما حضرتك قلت، اللعيبه الاعارات واللعيبه الجداد، كل ده في حسابات كولر اللي هو يلعبهم طبعا، ده مفيش كلام، رغم ان في قوام اساسي للنادي الاهلي بيلعب بيه، انما في هو زي ما قلت حضرتك بيعمل روتيشن كويس قوي، بيلعب الناس اللي هي الجديده الصاعده او اللي هتيجي من الاعاره. وانا بقول لحضرتك اللعيب اللي هياخد فرصه وما يستغلهاش ما يلومش غير نفسه، لان بعد كده لو ما لعبتش انت هتلعب في اوقات ممكن ما تكونش انت مبسوط فيها انك تلعب فيها، انما لما تاخد فرصتك وتلعب هتبقى ليك مكانك في الفريق، حتى لو ما كنتش بتلعب والراجل يعمل روتيشن وتلعب هتبقى كويس. ده المهم جدا، ولازم يستغل الحته دي مع اللعيبه. كاس العالم للانديه حلم كل اهلاوي ان احنا نتاهل للنهائي واكيد نفوز ان شاء الله. يعني ان شاء الله حلم ممكن يكون بعيد شويه، لكن الاحلام البعيده بتبقى في الاول حلم بعيد، بعد كده بيبقى حلم قريب، بعد كده بيبقى حقيقه، وده حصل مع انديه كتيره جدا يعني. فالنادي الاهلي قصه اصلا ان هو يكون متواجد كل عام، وفي انديه كبرى ما بتبقاش متواجده، فده برضو لازم وجب الاشاره ليه، وجب كمان ان احنا نفخر بهذا الموضوع. المشاركه السنه دي ان شاء الله، يعني لسه بنتكلم عن القرعه مش وحشه، يعني مش وحشه، يمكن من الماتشات الصعبه حسب برضو اراء بعض المتخصصين او النقاد، يعني هو الاتحاد اتحاد جده. فبتشوف عندي اقوى مباراه ممكن الاهلي يواجهها، ولا طبعا سيتي في حته تانية ده كده كده اكيد في النهائي؟ هو يعني القرعه عملت ان احنا لو هنلعب السيتي يبقى هنلعبه، لو وصلنا النهائي هنلعبه في النهائي، ده كويس ان هو مش في طريقه. بالظبط، ده كويس. انما اتحاد جده او مباراه مصر والسعوديه بيبقى ليها طابع خاص جدا جدا بالنسبه للانديه المصريه والانديه السعوديه. اتحاد جده عمل صفقات كبيره جدا، هي المباراه اللي هتبقى فيها حزازيه من حته ان كان محمد صلاح هيروح ولا مش هيروح، هي دي بس اللي هتعمل المشكله الكبيره. انما مصر والسعوديه بتلعب مع بعض بيبقى ليها وضع خاص او حزازيه من نوع تاني. بس ده قبل الصفقات برضه. قبل الصفقات. تعالى بقى بعد الصفقات. الصفقات لا، هي طبعا وكريم بنزيما وطبعا وماني لا، لعيبه طبعا كويسه كده ولاعيبه كبار جدا. وانا لغايه دلوقتي انا مش عارف برضو، انا بتساءل يعني ليه بنزيما مشي من ريال مدريد؟ راجل هداف الدوري وهداف ريال مدريد، كبر شويه انما بيأدي يعني مش وحش، بس هما في اوروبا ليهم قوانين تانية خالص غير، كل واحد ليه حسبته يعني. بالظبط كده، ما هي ليها قوانين. اكيد طبعا. بالظبط كده، ده اللي خلاه هو وغيره يروحوا الدوري السعودي، ده اللي خلى محمد صلاح ما يروحش الدوري السعودي. ليه؟ لان دولت هما بص يا كريم، الناس اللي راحت غير ماني وغير بونو اللي هو حارس المرمى، دولت انا ما اعرفش ليه يعني، دول ممكن يلعبوا في اوروبا لسه يعني، لان صغيرين جدا في السن، وانما الكبار خلاص هم ما لهمش سوق في اوروبا. يعني ما لهمش سوق في اوروبا قوي يعني، في المدوريات الكبيره. عندهم بلان ان هم يلعبوا مثلا سنتين او سنتين ويعودوا فلوس مره ثانيه، ويبقى برضو صفقه يعني ماليه رائعه. طبعا طبعا. انما المباراه اهلي جده والاهلي المصري، اتحاد جده والاهلي، هيبقى فيه نوعيه حساسيه كبيره، واللي هيعمل حساسيه دي هي موضوع محمد صلاح ان هو ما راحش والناس زعلت هناك. هو ابتدى يعمل بالفعل، هو مش لسه هيعمل يعني، بقالنا اخر كام يوم كنا انا ونهاوند بنتكلم امبارح في التفصيله دي، ان ابتدت يعني بعض الاصوات من المملكه العربيه السعوديه، سواء من خلال مثلا محللين ونقاد او حتى جماهير عاديه، نبرة الكلام عن محمد صلاح ابتدت تختلف تماما. بالزبط. وبقينا نسمع كلام من عائلته وهو يجي ايه في بنزيما وكريستيانو رونالدو ولا خبته التسويقيه لا لا، اعلى منهم بكتير، اعلى منهم بكتير. لا يعني بغض النظر، بكلمك بس على التوجه ده، التوجه، لان ما كانش التوجه كده، ما كانش الاول. طب لو كان يقول لك نتمنى ان صلاح يجي، يا رب يجي، قولوا لنا خليه يجي. فطبعا خليك على مستوى واحد. طبعًا. يعني ما يعني ده يؤكد صلاح الحزن، لان انت لما بتبقى نفسك في حاجه وما تحصلش عليها فبتبتدي ان انت تنتقد منها تنتقص منها، فيعني مفهوم يعني. صح. طبعا لا يصح قوي يعني، ما ينفعش. ليه؟ لان قيمه صلاح هي قيمه رحت او ما رحتش يعني، قيمه صلاح
انت عاوزينه، اه يا ريت صلاح يجي وبتاع، لو ما راحش يبقى وحش، وحش يبقى ما ينفعش. القيمه بتفضل قيمه موجوده، الالماس ده بيفضل الماس حتى لو انت ما خدتوش، هو الماس برضه. وبعدين كل حاجه في الحياه عرض وطلب، والكوره عرض وطلب، والصفقات عرض وطلب، فله الحق ان هو يرفض او يقبل يعني. برافو عليك. يعني وكل واحد دي فكره، كل واحد دي بلان بتاعه ماشي عليه. زي ما حضرتك قلت يا كريم، بنزيما قال انا اروح ومش عارف ايه، الناس دي رونالدو بتروح عشان حاجه معينه هم عايزينها، صلاح برضو ما راحش او عاوز يروح عشان حاجه معينه بالظبط كده. فالنبره ما تختلفش، انما المشكله كلها هتبقى المباراه الاهلي واتحاد جده، هي ده العامل الاساسي فيها. وبرضو انا سمعت برضو من كذا يوم كده ان هم قال لك احنا كسبنا 3 مرات والاهلي كسب مره، النبرات دي بقت ابتدت تتكلم كتير. كل واحد يعمل زي ما هو عاوز، انما النتيجه هي في الملعب. صح. وانا شايف والنادي الاهلي في كاس العالم للانديه بيبقى بيعرف يتصرف ازاي، وبيعرف يلاعب الناس ازاي، وبيلعب الفرق كلها ازاي. يعني النادي الاهلي على طول من كذا سنه بيوصل لقبل النهائي وبتاع، بيقابل فرقه كبيره طبعا زي بايرن ميونخ او السيتي او اي حد من هذا القبيل. انما النادي الاهلي دي قيمه برضه. لو ربنا يسر الحال ولقينا ان النادي الاهلي بيلعب ماتش فاينل في كاس العالم للانديه مع مانشستر سيتي، رؤيتك للماتش هتبقى مباراه حلوه جدا، مباراه صعبه جدا، انما مش زي الناس متخيله بقى السيتي يكسب مش عارف بسكور كبير وبتاع، لا ده برضه النادي الاهلي ليه اسم كبير، ومان سيتي والناس في اوروبا يعرفوا قيمه النادي الاهلي. بس على في فكرة. نقطه برضه كابتن ايهاب لو تتفق معايا، ودي على مدار الزمن ما اختلفتش بصراحه، لما تلاقي برضه في فرق كبيره اوروبيه انت بتنافسها في مباريات حتى لو وديه بالمناسبه، بتلاقي انك داخل شويه، مش بتكلم على الاهلي بس، بتكلم على اي انديه، بتكلم عن الانديه المصريه، اهلي زمالك وات ايفر، يعني لما بيجي له الفرصه بيبقى مقلق شويه. حتى زي ما بتقول دلوقتي نادي الاهلي مكانه كبيره جدا، والمنافس عارف انت مين، ولغه الارقام بتقول انت مين، لكن برضو ببقى داخل شويه عندي رهبه من المنافس. انا اعتقد لو استطاع كولر القضاء على النقطه دي تحديدا في ماتش مان سيتي، لو ان شاء الله واجهناه في النهائي، هيبقى فارق كبير جدا. لان لما ادخل بثقه، انا ممكن احترم المنافس حتى لو كان افضل مني، لكن مش معنى كده ان انا اضيع فرصتي ان انا اواجهه. ان انا كبير برضو، انا كبير برضو. لا، وانت اكبر بالارقام كمان، عدد البطولات، يعني في فرق. وبرافو عليك. برجح كفه القلق من مانشستر سيتي وجود هذا الكائن الغريب هالاند. هو هالاند المشكله كلها دلوقتي، خلي بالك لما حد بيجي يتكلم بشيء هيبقى الاهلي وهالاند. ايوه بالظبط. والله فعلا حقيقي، يعني الى حد بعيد بقى خلاص ثقه لمانشستر سيتي واستثنائيته كفريق جايه من وجود لاعب استثنائي عجيب اسمه هالاند. احنا على طول احنا مثلا بنبص للفرق الاوروبيه زي بايرن ميونخ او برشلونه او ريال مدريد او المان سيتي، لما يجي لاعب فرقه من مصر احنا بنبص له، مش هو عشان هو بنبص له عشان امكانياته الكبيره جدا، بيلعب في بطولات اعلى منك بكتير جدا، الدوري بتاعه اعلى كتير جدا، بتلعب في الشامبيونز ليج عنده في اوروبا عالي جدا، اللعيبه قيمتها عاليه جدا، ده اللي احنا بنبص له للفرق دي. انما كاسم، واسم طبعا النادي الاهلي واخد بطولات كتير جدا، يعني هو رقم واحد على العالم النادي الاهلي، او هو بعد ريال مدريد اساسا كعدد الالقاب القاريه. عدد الالقاب بالظبط كده. انما احنا بنبص للفرقه دي، لان احنا بنتفرج، يعني هم اعتقد ان هم ما بيتفرجوش على الدوري مثلا بتاعنا او الشامبيونز ليج الافريقي بتاعنا، احنا بنبص على الناس دي. احنا بنبص على الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، احنا اللي بنبص عليهم. فزي ما انت بتقول ايه كده، احنا هنلاعب الفرقه دي، ده دول عالميين، دول ده الفكر بس. انما فعدد الالقاب انت معدي الناس دي كلها، انما احنا بنبص امكانيات اللعيبه، امكانيات الفلوس، امكانيات طبعاً العيشه، في فوارق. والكره نفسها اكيد يعني كده بتختلف، والكره بتختلف كبير. والمدربين بيختلفوا، ونوعيه اللعيبه بتاعتهم بتختلف عن اللعيبه بتاعتنا، مش في مصر يعني، في العالم العربي كله او في افريقيا. فعشان كده احنا بنبص للموضوع ده، والهاله بتاعتهم في الحته دي بس. انما كاهلي واخد بطولات كتير جدا، يعني زي ما حضرتك قلت يا كريم، هو بعد ريال مدريد على طول يعني في عدد الالقاب، والفرق مش كبير، والفرق مش كبير خالص، حاجات بسيطه جدا. لو ربنا ييسر لنا الحال في ماتش اتحاد العاصمه هيبقى فرق 3 بطولات بيننا وبين ريال مدريد بالظبط. ف
فانت اسم كبير بس احنا برضو زي ما قلت احنا بنبص للناس دي على ان احنا بنتفرج، احنا اللي بنتفرج عليهم مش هم بيتفرجوا علينا. فهي جت الهاله من الحته دي بس مش اكتر. انما انت كاهلي او زمالك حتى ليك اسم كبير، يعني انت ياما لعبت توتنهام ولعبت سانتوس زمان وكنت ند ليهم برضو يعني، ومونشن جلادباخ انت كسبته اتعادلت معاهم هنا يعني. هو احنا ما عندناش اختلاف ان الكوادر ممكن تكون عندنا كمان على مستوى عالي جدا، لكن جدا. اكيد بينقصنا الاهتمام لو هتكلم مثلا في الامور الخاصه مثلا بالملاعب، الامور الخاصه بالسيستم، النظام، الفكر الاحترافي اللي عند اللعيبه اصلا عليك. يعني في بعض الامور هي اللي بتؤثر، لكن فكره انا عندي بوتنشال، عندي كوادر، لا انا عندي اسماء عظيمه جدا صحيح. يعني وخليني برضو احكي لكم على حاجه، لان لما نيجي نرجع شويه للناشئين، الناشئين لو جيت قارنت ناشئين اللي عندنا بالانديه المحليه المختلفه سواء شركات او غوا او انديه جماهيريه بالناشئين في الدول الاوروبيه، الانديه الاوروبيه خاص. عايز اقول لك انا حضرت اكتر من بطوله وقدمت اكتر من بطوله للناشئين تحت 17 سنه وغيره، ولما كنت بعمل لقاءات معاهم كنت بقول لهم ايه الفارق ما بين الكوره عندكم الاوروبيه والكوره تحديدا، مش هقول العربيه او الافريقيه لا المصريه، كانوا بيتكلموا كلام حلو جدا، هم مش مجبرين كانوا يقولوا لي ده، بالعكس بيقولوا في قوه في سرعه، وقعدوا يشكروا في اللاعب المصري، فانا انبسطت. لكن ممكن بقى ده في الايدج ده، بعد كده الفوارق بتبدا بتختلف. ان هي للاسف الاهتمام والماديات وغيره والسيستم المحطوط والمعنيين القائمين على كره القدم في الدول المختلفه اكيد بيبقى يعني الموهبه الفطريه لصالحنا احنا اكتر من عندك برضه ثقافه كره الشارع والحواري والحاجات دي بتفرق كتير. عارف ليه يا كريم؟ عارف هنهاوندي المشكله كلها هناك ما بيعتمدش على البطوله، يعني في الناشئين في اوروبا ما بتعتمدش على البطوله، ممكن تلاقي مثلا فرقه زي بايرن ميونخ دي تحت 19 سنه تلاقيهم مثلا السادس او السابع، هو ما بيهتمش بالبطوله، هو بيهتم انه يطلع لعيب. انت هنا من في مصر هنا لو البراعم انت عايزه تاخد بطوله، ايوه هناك لا، هناك بيسيب اللعيب يلعب وتكسب، بالتاسيس اكتر بس يعني. التاسيس برافو أيوة عليك صح. لازم يكون عنده تاسيس، يتاسس مظبوط يطلع كويس. انما احنا هنا ما بنهتمش بالتاسيس قوي، غير ان غير طبعا انديه معينه هي اللي بتهتم باساس اللعيب هنا في مصر، منهم النادي الاهلي طبعا، ان انا اشتغلت في الناشئين وعارف الكلام ده. فبس هنا بتعتمد اكتر على البطوله، تلاقي مثلا مدرب واقف بينهر اللعيب عنده 10 سنين والاهالي عايز ياخد بطوله، هناك الكلام ده مش موجود. يعني هو اللي انت قلتيه ده مش موجود هناك، لان انا عشت برضه وشفت بره، هناك بيسيبوهم يلعبوا يعني، حتى لو اللعيب خسر بطوله المدرب ما بيمشيش عشان خسر بطوله، ما فيش الكلام ده هناك. هناك بيأسس لعيب. عشان كده المرحله اللي بعد كده في الدرجه الاولى لما بيطلع لفوق بيبقى مختلف تماما، لانه خلاص اتأسس مظبوط، فبيبقى مظبوط بيلعب مظبوط. فبنشوف اللي احنا بنشوفه ده دلوقتي، نجوم عالميين، نجوم كبار جدا، وطبعا زي محمد صلاح برضه طلع من مصر صغير طبعا، فدلوقتي نجم العالم كله. يعني انا برضو عايز اقول ان برضو صلاح الفكر والعقلية اتغيرت بشكل تماما، بشكل رهيب جدا صحيح. عشان كده بقى في المكانة دي. فده اللي احنا عايزين نقوله، ان انت بتقوليها انا هون ده مظبوط جدا، ان الناس دي ما بتعتمد، احنا هنا بنعتمد تاخد بطولة واجري وقوة واجري ولازم تاخد بطولة، انما هناك ما بيعتمدش على البطولة، بيعتمد على اساس اللعيب، بيأسس لعيب صح. فنتمنى يعني طبعا احنا في النادي الاهلي بنتمنى، بس مش عايزين النادي الاهلي بس، عايزين مصر كلها يبقى فيها اساس لعيب مظبوط طبعا، عشان يطلع يبقى عندنا منتخب قوي في يوم من الايام. برافو عليك. والمنتخب ايه وضعه في رأيك؟ المنتخب على ذكر المنتخب يعني. المنتخب احنا شفنا مباراه اثيوبيا اللي فاتت، طبعا مباراه تحصيل حاصل، انما مباراه ما كانتش حلوه يعني انا اتفرج عليها ما كانتش حلوه خالص. ليه؟ ما فيش جماهير، صلاح ما بيلعبش، حتى اللعيبه اللي كانت بتلعب ما عندهاش الاحساس ان مباراه حلوه، مباراه كانت وحشه جدا جدا، بتلعب في وقت مش حلو، جماهير ما فيش. غير المباراه دي عموما حال المنتخب في الفتره الاخيره بشكل عام في رايك عامل ازاي؟ يعني فيتوريا انا شايف ان هو برضو مدرب مش وحش، مدرب كويس، برضو لازم يكون في ذخيره من اللعيبه كتير، ما نعتمدش على صلاح بس او زيزو او الشناوي او الناس يعني عبد المنعم يعني ما نقولش غير انه يعتمد على دول وعلى اللعيبه المحترفين بالظبط كده. يعني احنا عايزين لعيبه كتير جدا نعتمد عليها، لان في لعيبه دخلت المنتخب جداد لسه ما لعبوش خالص امم افريقيا قبل كده، وهيضطروا ان هم يلعبوا بطوله امم افريقيا في شهر واحد. فالوضع لازم
عشان اسم منتخب مصر يعلى تاني لازم يكون في لعيبه عندها خبره وعندها تالنت عالي جدا انه يمثل منتخب مصر. منتخب مصر برضو اسم كبير ومصر اسم كبير، فلازم نعتمد على ناس ليها اسم تشيل المنتخب وتشيل، لانك انت البطوله اللي جايه دي فيها يعني ما فيش فرقه في المنتخب اللي موجود في امم افريقيا ضعيف طبعا، كلهم من الصفوه طبعا. فانت هتقابل ناس صفوه كبيره جدا، يعني هتلاقي قابل فرق كبيره جدا غير زمان، هتلاقي مثلا كنت بتلاقي سوازيلاند مثلا اي حاجه من دي مش موجودين دلوقتي خالص، الموجودين الفرق الكبيره اللي هي الفرق الرقم واحد. فانت هتبتدي من الاول لغايه الاخر لو ان شاء الله استمرت هتلاقي الوضع مختلف تماما وفرق كبيره جدا وقويه جدا، فلو ما خدناش البطوله من اولها بجديه هتبقى في مشكله. انا كان نفسي يبقى في وقت اكتر علشان طالما ذكرنا او اتكلمنا عن المنتخب كنت عايزه اتكلم شويه واقارن، لان انا وكريم برضو ذكرنا امبارح منتخب المغرب والتطوير الفظيع اللي حاصل والاكثر من رائع حقيقي، وبعد كده شفته بنتائج وشفته بان منتخب المغرب اصبح في منطقه اخرى يعني صحيح. وكره الكره المغربيه كمان، لكن ما فيش وقت بس للحديث اكيد بقيه، لان مهم جدا ان احنا نبدا نشوف حوالينا قبل ما نبص في الخارج ايه اللي بيحصل في الكرة العربية والكرة كمان يعني الأفريقية تحديدا. أنا عايز أفهم أنا ليه مش في المكانة اللي أنا أستحقها، وخليني أو اسمحوا لي أن أنا أقول كده الأداء أو النتائج اللي المنتخب لحد هذه اللحظة مقدمه. أنا طبعا بتمنى كل التوفيق في القادم، بس حتى هذه اللحظة أعتقد مش هو ده اللي بيأمله أبدا الشعب المصري وجماهير المصرية، فأملنا كبير لكن لازم عشان يبقى فيه أمل يبقى فيه شغل. فللحديث بقى بقية إن شاء الله. حتى منتخب السيدات المغربي ده من طبعاً. اول 10 توب 10 طبعا، يعني حاجه رائعه جدا، يبقى في اكيد حاجه بتحصل هناك احنا لازم نشوف ايه اللي بجد دي الحاجه اللي نستهل بيها قعدتنا اللي جايه مع حضرتك اللي بتيجي تقعد معانا 10 صبح في الاهلي. بنشكرك على وجودك معانا. الله يخليك كريم، اشكرك جدا. شكرا جدا كالعاده كابتن ايهاب، قراءه اكثر من رائعه. نشكر حضراتكم على متابعتنا ونشوفكم بكره انا وكريم ان شاء الله و10 الصبح في الاهلي.